سؤال اللي توه من العيار الثقيل بكل عن جماعة نصايح. سألوا المشايخ شنو وصيتك لساسة المسلمين؟ نسمع. أن يتقوا الله عز وجل ولا يشقوا على المسلمين، فمن شق على المسلمين شق الله عليه. الوصية هي وصية عمر رضي الله عنه عندما كتب له أحد ولاته إن الناس قد فسدوا ولا أرى يصلحهم إلا السوط، فقال كذبت بل يصلحهم العدل. اتقوا الله في المسلمين. ساسة المسلمين عليهم يعني أمانة عظيمة على عاتقهم، على شعوبهم، على من تولوا أمرهم، فينبغي عليهم أن يستشعروا هذه العظمة. وسبق أن قلنا أن المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن، فالمقسطون هم الذين يقومون بين الناس بالعدل. ولا شك أن ساسة المسلمين وحكام المسلمين هم المعنون هم أول المعنون بهذا الأمر. اتقوا الله في الرعية وفي هذا الشعب. من استرعاه الله رعية بات غاشا لهم إلا حرم الله عليه الجنة، فليذكروا هذا جيدا. والله إنهم يشقوا الشعب وما يخلوش روحهم مركزين على روحهم، بس يخلوهم واقعين، يخشوا في الشعب ويشوفوا شنو متطلباتهم. يعني اتقوا الله في الرعية، اتقوا الله في الرعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بات غاشا لرعيته حرم الله عليه رائحة الجنة. فخلي بالك، راه القصة مش قصة سلطة ولا شهوة حكم ولا غيره، ولكن ستسأل عن أصغر ما تتوقع أن تسأل عنه. فلنتق الله في هذه الرعية. اتقوا الله في الرعية، واتقوا الله في القرآن والسنة. أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في الرعية، وأن يحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا. أوصيهم أن يرعوا حق الله في الإنسانية، في البشرية، في كل من ولوا عليه، لأنهم لا شك مردودون إلى يوم حساب، فليرعوا هذا اليوم، يوم الحساب. عليهم أن يتفقهوا قبل أن يعتلوا الكراسي والمناصب. وسوف تسألون. نسائم هبت بعطر زكي،